هو ده دور النادي الاهلي اللي احنا كلنا تعودنا عليه، وان شاء الله احنا حاطين في برنامج عائله الاهلي اللي حطيناه في بدايه الدوره الانتخابيه ان هيكون لنا مشاركه في التنميه المجتمعيه، مش في الرياضه بس، في جميع التوجهات وفي جميع الاحداث هيكون النادي الاهلي مشارك سواء جوه النادي او خارج النادي وبكل امكانياته. واحنا بنوفر كل فروعنا لخدمه، لسه متفقين ان احنا ممكن تعمل مؤتمرات جوه النادي في جميع فروعه لتوعيه الشباب، واحنا ان شاء الله هتلاقي دور كبير لينا في لجان النادي الاهلي اللي انشئت الاسبوع اللي فات، منها كذا لجنه في خدمه المجتمع المصري كله. ان شاء الله باذن الله هتلمس ان النادي الاهلي دوره كبير، لازم يكون ده اكبر مؤسسه رياضيه في مصر، فلازم يكون له دور في توعيه وغير توعيه في كل حاجه، النواحي الاجتماعيه والرياضيه. فباذن الله هتلمس ان شاء الله هذا الحضور في جميع الاحداث ان شاء الله.